القاضي بتوع ابو الدهب كلهم تبعنا. ده مسكوف انا عندك مطمع على ابو الدهب، خلي بالك يا عم شوف عارف احسن بكام بوز ده ب 130 عندنا على ابو الدهب مطمع من فوق في مرر المرر من وعدة ب 65 مرر رخصرة فيه 65 والمرر اللي هناك ده برضه 110 110 ده اخره كام كده؟ مقطع نظيف 130 دي ار 41 ولا التقليد؟ بامان 41 والله نظيف قول والله والله نظيف والله هتخش جهنم في الفلفان الكيس بتاعكم ده. دي بطاقة شركة شركة؟ اه تعرفيها لما تلاقيها تأجيلة كده تبقى بطاقة شركة. انت قلت بكام؟ 130 والله ما هتلاقي البطاقة دي تاني. انت اللي قاعد دي بتشوف عندي انا 120 تاخد؟ خليك كده طالع من البيضة 110 حلو عليك 10 جنيه ماكس هتشتري؟ اخره 130 طب تعالى نقلنا البخور عايز الكمبون انا عايز الفاتح عايز ايه؟ الفاتح؟ بفضل فاتح معظم و نقلها حاجة حلوة كده عظام بكورة بس لا كورة بس لا 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 مش حاجه والله ما تلاقي زيها تاني ولا ب 150 يعني مع صعصه دي احنا ما كناش لاقيين الشهر اللي فات ناشفه زي المستشفى كده مش عارفين ثلاثه ما تنقلها تاخد حاجه تاني كده كام دول؟ حد كمان فرده بقى حد فرده يبقى 3 جوال ايه ده؟ يا غلبي مسكوف ازاي ده بلد؟ ما شكل البلد فيها لازم تلاقي في مسكوف كده لو ما فيش الشكل ده كده؟ عليا النعمة بلد الحفر بتاع والله ما هو ده هو نفسه ما المسكوف مش علينا احنا المسكوف بعد ما يكبر هيبقى شكل البلد بدي بس بيدي ايوه بعد ما يكبر والله النبي يا عم اكيد ادي ثلاث كوارات هتاخدي دي؟ دكورة اكيد ايه؟ دكورة اكيد اه كل اللي جايبهم انا 50 جوز نايد بكورة من وسط 2000 بطارة بس ما تموتوه لا لازم يفقص امه بسلف النسوان في السوق اهوت عشان ايه تعرف ان انا بجيب لك زبائن 200 جنيه اهو المال الحلال اهو المال الحلال كده كام دول؟ ثلاثة وربعمية العشرة قلت الشرشر بكام اسمك ايه؟ 65 حمادة حد ينسى اسم حمادة؟ حمادة؟ ده اسمي رأي أموت وأعرف اسمك حمادة ازاي اللي اسمع صوتك يوم جعفر اسم محمد بس كمان محمد؟ دي المولر وكام الشرشر ده؟ 65 برضو؟ اه 65 65 اوعى كده واخدين 3 جنيه في كل الفرق هو الجوز بكام؟ الجوز بكام؟ 35 35 انت يا تايه الفراخ رخصت ب 35 المسكوف ب 130 عمر 21 يوم دي؟ ب 15 يوم 15 يوم؟ طب ان شاء الله في فراخ كبيره تحت ب 60 يعني دي الجوز ب 35 فين الكبيره؟ الجوز ب 60 طب حلو والله 35 واحد شركات اهو في فراخ كبيره بياخد دي الجوز ب 60 يعني جوز على كام؟ جهام والله والله ما عاملين ب 450 والله الاغلى من 100 بحاله لا بسم الله ما شاء الله قالت لك كلهم ب 450 حسبت لك كده جوز على كام؟ ب 110 ب 110 بس والله العظيم ده الحمد لله بسم الله ما شاء الله ما حلوين والله ينضر ربنا يملاهم اللي ياخدهم بركه ده والله العظيم لما بيكبر وعياتهم ذكور الله وعلا لما بيكبر والله العظيم بيبقى من عارفاهم انا بعرفهم لما بيكبر بيبقى قد ايه؟ 400 400 وكم؟ 450 كم الجو؟ يعني لا جوز من ده؟ جوز من ده؟ 150 ده 150 بس عشان هي حلوه عايزه 50 جنيه لسه عمري ده 350 على 9 انا 9
150 الجوز ب 150 وهنا الجوز بكام؟ هنا الجوز بكام الجوز؟ بكام الجوز؟ 50 خلاص ده هي اللي عايزه مش هتجيبه بكام يا عسل؟ 80 والصغير ده وده زي ده؟ طب يعني ده 80 الصغير اللي تحت بكام؟ 70 ده 150 وده الجوز ب 80 وده الجوز ب 70 بكام الجوز؟ على 50 كام الجلاله؟ بكام يا زواج؟ اشتري كام؟ عامل ايه؟ معاك ايه؟ اخت 450 اربع الصلاة على النبي بس وزي تقال ايه اللي ب 450 بقى الواحدة ولا الجوه؟ الاثنين هنسرق حرام ما بنحبش ناس. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله سلالة حلوة ما شاء الله ايوه ما شاء الله ايوه اكبر تعبونك يلا هاتي 1000 وخدوا الاربع اللي خد 1000 هاتي 1000 وخدوا الاربع ايه بس انا بقى البط بكام يا حاج؟ طب شدوا البط ده في الضل البط بكام يا خاله؟ دخل الارنب كده شويه ايوه البط دي ب 130 ايوه انت كده عسل ايوه ما شاء الله قولي لها بكام الجوز يا خالة؟ 80 البط والزغاليل طب دول على كام؟ الجوز ده على كام؟ 700 الجوز ب 700 صعب كام ده؟ كام ده؟ 220 ب 220 الجوز الوز الرومي ب 700 صعب طب والكيلو الكبير بكام؟ ب 170 خد لي حاجه العدد دي يوم ده واحد ياخد جوان ده كام الجوز يا عسل؟ لا ده بتستعمل ب 40 عمره قد ايه؟ 15 يوم الجوز من ده ب 400 واحده براحتك خدنا عند حلاق ولا فارح بدي لا اللي فارح تاني يا بابا تقدر تلاقيها خدها اما شوفوا انت واخدها ليه للبيض؟ ولا فارح بدي والله ولا في والله ما في والله ما فيش تجيب ولا ده دي كانت في الكوافير جابوها من الكوافير وراها سهرة بالليل كده ازاي تشير مكلينه الزيتون دول تبعي؟ غير فلوس ايوه كام الزيتون دول؟ واخدينهم ب 350 وعايزه تبيعهم بكام؟ من غير حاجه اللي يجينا على كده ازاي؟ هنا على كده بكام؟
ب250. الجوز ب 250؟ يا بنتي دول ب 350. واخدينها. دول بكام؟ ب 350. دول الجوز ب 250 واخدينها. الأرانب ب 250. يا جوز الأرانب. ما عشان العيد كل سنة وأنت طيب. مولا الورشاشر ده؟ لا يا ستي ده سكوف مش مرة. ده مسكوف ازاي؟ انتوا بتيجوا تتدلعوا هنا ولا لا؟ ما بتدلعش والله يا لا مش مسكوف ده. لا لا الجزر بيبقى اسود. ما تعرفش انت رايحة عشان نكذب عليك ازاي كده. ده السكينة بتاعتي ده الحاج. وبكام الكيلو؟ المرر ب 40 جنيه. بكام الكيلو منه؟ ب 100 يا حاج. ب 100؟ نبتة يا حاج. اللي طيب كام؟ حاجة بايلة اهي. انا بقول شوف الواد مش شايف. الجوز بكام يا عسل؟ 70؟ يا نور انت بتدلع ولا ايه؟ بكام يا عسل الجوز؟ 70. ده انت جاي بتدلع هنا قلت لك ب 70 جنيه الجوز. يعني تشتري بكام؟ قولها كلمه عجبها يا تايه. طب وما انت مش عاجبك ب 300 عايزاهم بكام؟ تبقى انت عارفه سعر كام؟ والله قالوا لي يا ريت 350 مرضى الدور. طب ما بعتهملاش لا؟ والله ما رضيت. امال انت عايزه كام؟ عايزه 400. والزغاليل دي بكام يا يا عندها جدر ولا ايه؟ اشتري على وضع الطبخ كده كده بتتغير. لا خلينا بعيد احسن ما نمسكش عشان عنده نصيب. يا جدر ايه ده؟ والوز بكام؟ طب انتوا حاطين دي مع دي ازاي؟ يعني عشان مناعته قويه نروح نرمي تحت عربيه ولا هيطلع سليم صح كده؟ نقعد جمعيات. بكام الجوز؟ ب 150. جوز ب 150؟ يا نهار ابيض انا كنت بجيبه ب 25. 15 جنيه والله كنت جايبه انت ب 15 جنيه. كنت معاك انا اصل هي اللي بتجيب الرومي ده. دي خارج بيتي؟ يعني دي خارج من بلدي؟ ايوه. ولا من فقاسه؟ والله خارج عادي. بس البلد اللي عندنا بيخرج دي بس؟ يا حسب اشكال والوان حسب الدكر، فالدكر اسمه. اللي عندك الوانهم ايه؟ مش صوت برضو؟ طب ودي الجوز بكام؟ خارج من عندنا في البيت. الجوز بكام؟ ب 200؟ القمح بكام؟ ب 14. طب رخص اهو. طب والوزتين دول يا خالة يوتما؟ يوتما. مفيش الا هما؟ قالت لك بيعي دول بكام؟ قالت لي على 15. لو لازمين خديهم. انت اتفصل لك بكام؟ لا انا مش شايف. تاني هجيب السلاله دي تاني؟ ب 120. اتفصل لك بكام؟ ب 120. ب 120 الجو؟ يعني الواحد ب 60 جنيه؟ ده مسكوف ازاي؟ مسكوف والله. ده مش مسكوف. طب والله العظيم سكوف. والله كمان مرة سكوف. بس من الأم بيضة والأبيض. يعني ده مش مولر؟ طب وده الجوز بكام؟ ب 140؟ كام؟ شيل الاول نسيبها تقول ايه؟ هو باين عليها وما تقولي بكام؟ بالظبط 150. الجوز ب 750 يعني نفس الكلمتين. 650. 650. الجوز ولا؟ الجوز ايوه ب 650. بس ده بربر لسه. بكام البط؟ بكام الجوز؟ على 100. بقول على 110. بكام الجوز؟ ب 110. يا حاجه بتقول لك على 110. بكام يا عسل الارانب؟ عايز 10 ولا؟ لا مش عايزين 10. بكام الجوز؟ عايز 10. بكام البط؟ بكام الذكر ده؟ سيري حلو. اشتري على يا جدعان ما تقولوا في كلمه يا راجل. كل ما اقول لك تقولي اشتري فقلت ده ما انا جايه مش انا مش عارفه الاسعار. لا انا بصدم بالاسعار هنا. طيب بصي ده ماي بقى انت اللي غلطتي. بصي ما اقول لك ما تقولي
انتوا بتبيعوا الظفر بكام؟ هي عايزه تاخد مش عايزه كده 350 350 تقعد 40 جوز في الفرد. والله 40 جوز جايب عش على بطوطه دبحته الفرده كده بس عندكم انا دبحت 20 كم فرده مش انتوا منين؟ انتوا منين؟ معاك بنات تانية؟ والله قبل مره وانا اخسر منك انت اهو بيودوا بال 40 وسع ما قلت لك انا والله 50 و 6 ده شور بيودوا 40 جوز حمال في الفرد العروس ده عنده يعني الناس برضه قالوا لي قبل كده كيلو بكام المسحوق؟ يوه 120 الحمام هيدوخ ولا 120 الرميتين دول من ايوه بكام؟ ايوه باين الرومي ولا الارنب؟ الرومي والارنب بكام؟ اشتري انا عايز اجيب واحد اسود بكري بكام الدقة؟ حلو ما شاء الله عمره قد ايه دول؟ دول عمره قد ايه؟ ايه؟ بس لسه ما اشتغلوش. لا هما مش شغالين، هما دكرين هيشتغلوا ازاي؟ لو معاهم نتي كان 10، لو معاهم نتي كان 10، بس هو دول لا بس لسه صغيرين. ما اللي عندي حجم ده ما اشتغلش لسه. طيب ماشي. طب ودول طالعين تحت رومية ولا طالعين تحت ده؟ انا بكام جوز الرومي ده؟ عرفت ده قرن منها؟ اه من حبة. لا ما النتاية برضو بفاها الحباية دي. لا من حباية دي عمتاية بتبقى صغيرة. طب كم الدقارين؟ ورينا كده بأمانة الله. ايوه بأمانة الله معايا 140 جنيه. 140؟ والله معايا 140 في جوز الروم. الولية بتقول لك اهو مش بلدي بتجوع 175 وقلدي انا بس اللي مجننه. طب والارنب دي بكام؟ الدكر بكام؟ بكام؟ اشتري بكام؟ معايا 120 في الفرن. هي الواحد ب 60 جنيه؟ بس الضمن بثلاث شهور ده على ما يشتغل صح؟ لا والله مفيش ثلاث شهور. الارنب ده قدامنا لو ما قعدتش والله كان جري وراك. خدي وشي اللي سريع على بكام كيلو حوامي؟ ب 160 رومي بلدي. وبط بيه خلا شرشة بط مرر المرر بيبقى بوز ابيض. طب الشرشر برضه بيبقى بوز اسمر قدامك او الشرشر؟ اي ما انا بقول لها شرشر. لا ده مش شرشر يا ماما. ما اعرفش هي واحده ده بتهم الشرشر بيبقى بوز فادي. ايوه الجوز بكام؟ ب 110 بس الله اكبر ما ده كده. لا يا ساره حلو بكام يا استاذه دي؟ لا هم احسن من 10 دول. اشتري شوف يا دكتور انت ليه مشتري؟ وانا اقول لك انا مش من جنان. صلى على النبي. هذا الله اكبر. اي بسم الله ما شاء الله. ده طاوله في العلف. شكرا يا سارة. عاملين كام الاثنين دول؟ اشتري يا حبيبي. عاملين ايه؟ اكل اكل نضيف على السطح مش في الشارع يعني علينا علينا. عاملين كام طيب؟ الذكر بالذهب 400 جنيه مش عارف صح ولا غلط؟ الذكر ب 400 مش بواقي ذكر؟ بواقي؟ ايوه ان شاء الله على النبي. ان شاء الله على النبي. على الصلاه والسلام. هي بتقول لك الدكر بكام؟ اشتري بقى يا بنتي ومجهود.
بكام يعني انت ومجهودك انت ورزقك انت، تقولي عجبنا هناخد ما عجبناش خلاص. ب 500 يعني بكر ب 500 يا صلاة النبي. امال الرز بقى بكام؟ ما جبتش كده قالت لك البط ب 500 ده انا هجيب لكم الكاسيت دلوقتي واغني لكم، مش هسمع لكم طبعا عشان العيد طبعا الاسعار رفع. طب النص تافله دي بكام؟ عاملين كام دوم؟ خلاص لما يتخلص بس الفيش يعني بكام؟ 50 وصل 500 بيعان زي النهارده. ما انت امال ايه عايزه كام؟ مش مصر 650 وصل 500 وصل 500 بيعان زي النهارده. وهي عايزه بيعان زي النهارده والارانب دي اسعارها كام؟ بكام دي؟ اتفضل يا حبيبتي اشتري. بكام الجوكه؟ اشتري انا. اشتري بكام؟ اشتري. شوف انت عايزه تقولي ايه واحنا يعني والله احنا لو علينا عايزين نقول ببلاش ونمشي. ودم مبروكين عليك. الله يخليك. والله مبروكين عليك. علبه الكبريت اللي هم فيها دي؟ ايوه علبه الكبريت. خدي بالعلبه الكبريت. عايزه حاجه تاني؟ انت حاطه لهم بطيخ ولا ايه؟ ايوه عشان الدنيا ساقعه. عايزه الدنيا حر يعني يقعدوا على يسقعوا نفسهم يعني ولا لا بياكلوا؟ فاما لو ركنوا على جنب بياكلوا بس هم يا شيخه دول هياكلوا وشرب بطيخ دول. والله بياكلوا اقسم بالله. حاطه لهم سلام بياكلوا في البيت. فصل لك الجزء بكام؟ اشتري حاجه انت اشتري في جعبه فصل يا ست. خلص انا ما اعرفش. مبروك عليك. لو انا ما اعرفش بكام على حضرتك راجل مين شنو فاضل؟ طب خلاص خلينا بعيد عنه احنا عم بيعمل بكام يا اخت الجزء ده؟ المتاتة اتفصلوا ب 300 جنيه 50 الواحد ب 100 الله اكبر. حلو حلاوه. بكام يا خالد جوز؟ شارينه. اشتريت على كام؟ ب 650 التلاتة جوز. التلاتة ب 650؟ انا معاك. حلو ربنا يكرمك. وبكده حبايبي اكون وصلت معاكم لنهاية جولتنا النهاردة لأسعار جميع أنواع الطيور موجودة عندنا بالسوق. السوق ده بعنوان محافظة الجيزة مدينة الحوامدية سوق الزاوية يوم الحد فقط. السوق ده شغال باقي أيام الأسبوع خضار. الطيور اللي انتوا بتشوفوها معايا دي من خلال الفيديو بتبقى موجوده يوم الاحد بس. طب الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات يا ندى انا عايزه اجي السوق انا من الحته الفلانيه انا مش عارفه بره الحوامديه انا منين، انت لو عايزه تيجي من بره الحوامديه انا طبعا اللي انا اعرفه اقوله لك ان انت هتوصلي لمحطه المترو اللي في المنيب وهتركبي من المنيب عربيات الحوامديه سهران هتنزلي في موقف الحوامديه. الافضل ليكي عشان انت طبعا مش من المدينه فهتسالي كتير وهتضيعي وقتك، الافضل ليك ان انت توقفي توك توك وتقولي له عايزه اروح سوق الزاويه او سوق الحد هيوديك لحد السوق هناك. طبعا الكلام دوت يكون يوم الحد بس لان السوق ده شغال بقى ايام الاسبوع خضار زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم ان كل سنه وانتم طيبين. تكبيرات العيد هلت علينا. اسعار عيد الاضحى بقى زي ما انتم سامعين من خلال الفيديو الاسعار النهارده ضرب نار والاسعار مرتفعه. انصحكم نصيحه من اختي كده لو ليكي شو ان انت تجيبي حاجه وتربيها. ارخص حاجه كانت في السوق النهارده البط اللي انتوا شايفينه ده الصغير كان فيه ب 60 وفيه ب 80 وفيه ب 100 وفيه ب 120 اغلى حاجه. بس نصيحه من اختك لو عايزه تجيبي حاجه تربيها ارانب بط وز رومي عايزه تجيبي حاجه للتربيه انصحك ان بعد العيد بمشيئه الرحمن الاسعار كلها تهدى تاني وهترجع للمستوى الطبيعي بتاعها في الصيف. عارفين الحاجات بتبقى رخيصه شويه. اما اللي شدد الاسعار دلوقتي عشان ده موسم العيد بقى. كل سنه وانتوا طيبين. يلا حبايب قلبي ما تنسوناش في اللايك الجميل ولو وصلتوا معايا لحد هنا اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها. كمان عايزه منكم دعوه جميله كده في كومنت جميل من ايديكم العسل دي. والقناه لو ليك يا احبابك اخواتك اصدقائك ليهم برضو شوق في مشاهده الفيديوهات اللي تخص قناتي اتمنى ان انت تعملي لهم مشاركه للفيديو ده فضلا بس وليس امرا. واللايك اهم شيء ده دعم وتشجيع لينا بمشيئه الرحمن ان احنا نستمر. عايزه اقول لكم انا كنت واخده اختي النهارده معايا في السوق اللي انا شفته النهارده في السوق هي بتقول لي هو انت كل حد على المرار ده؟ فقلت لها الحمد لله راضيه بس يكفيني دعوه حلوه بس في كومنت جميل من حبايبي واحلى متابعين. حبايبي انتظروني بكره في فيديو جديد. مع السلامه.